لندن، يعني صراحة كل ما حدا يقول لي عندي سفر على لندن إن كان بالشغل أو حتى هيك فاكانس بنبسط كتير. بحب أمشي بشوارعها، بحب الفايب يلي موجود فيها، الأشخاص، الشوبينج، كل شيء بيعني لي بلندن. جزيرة بالي صراحة من الجزر يلي أنا كتير حابة أني زورها، سمعت عنها كتير وبقولوا أنه كتير مسالمين، الشعب مسالم ببالي، فكل المشاكل يلي بتحمليها معك وبتروحي على هالجزيرة بترجعي بلاها. أكيد أكيد أول ديستينيشن بدي أعملها بعدين هي بالي.